في خطوة بدت مثيرة للجدل في ظل العزلة التي يواجهها رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب سياساته المتطرفة. أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال أمس الأربعاء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب، فيما عينت تل أبيب ملحقا عسكريا لها لدى الرباط. وأضاف البيان المقتضب لمكتب نتنياهو أن الدعوة صدرت في رسالة شخصية دافئة كما وصفتها، شكر فيها الملك دولة إسرائيل كما جاء في البيان على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، موضحا كتب الملك محمد السادس لرئيس الحكومة أن الزيارة ستفتح أفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا كما ورد في البيان. وأشار كذلك إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا قد اتفق على تنسيق لقاء قريب لترتيب الزيارة الأولى لنتنياهو إلى المغرب. وفي خطوة وصفها جيش الاحتلال بالتاريخية وترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين تل أبيب والرباط، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرسي هيلفي الاثنين الماضي بداية هذا الأسبوع تعيين ملحق عسكري في المغرب. معنا عبر سكايب عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع. سيد عزيز أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أهلا وسهلا سيد عزيز. إذن تطور ملفت زيارة نتنياهو للمغرب، تقريبا نتنياهو بين معقفين غير مرحب به كشخص في عدة عواصم أوروبية تعتبر صديقة لإسرائيل، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك الكثير من التحفظات، شخصيات أمريكية وازنة لا تريد حتى أن تتحدث عن نتنياهو، وإذا بالمغرب يوجه دعوة لزيارة نتنياهو للمغرب في أي إطار؟ هل هي فقط رد جميل على اعتراف بصحراوية بمغربية الصحراء، أم هناك سياقات هي ستصل بطبيعتها إلى هذه الخطوة؟ للأسف الشديد نحن كقوى مدنية مغربية نستقبل هذا الذي يجري بامتعاض كبير وغضب شديد. الذي يجري هو محاولة إنقاذ نتنياهو وهو يرأس أكثر حكومة يمينية صهيونية تلمودية في تاريخ الكيان الصهيوني منذ نشأته وإلى اليوم. العواصم الأوروبية حتى واشنطن عليها تحفظات على هذه الحكومة الصهيونية اليمينية. اليوم المغرب الرباط القرار الرسمي يلقي بتوق نجاة إلى نتنياهو وحكومته اليمينية، التي بالمناسبة هي ليس فقط تطعن قضية فلسطينية وتطعن المقدسيين وتهاجم الضفة الغربية وتقتل كل ما يسمى عناصر مسلسل السلام منذ نشأته حول ما يسمى حل الدولتين عبر شرعنة المستوطنات، استهداف الأقصى، استهداف القدس، حق العودة، بل والأردن وشطب الأردن كأردن فيما يسمى الترانسفير كما كان قبل أسابيع بما قام به سموتريتش وزير المالية. اليوم يحاول النظام المغربي والقرار الرسمي المغربي إدخال التطبيع من بوابة الصحراء، وهذه يعني طامة كبرى تضاف إلى طامة طعن قادة فلسطين في الظهر عن طريق هذه الحكومة اليمينية. إدخال التطبيع عبر بوابة الصحراء ومحاولة لتبييض التطبيع. قضية الصحراء المغربية لا تحتاج إلى القرار الإسرائيلي. القرار الإسرائيلي بمغربية الصحراء هو طعنة مسمومة خطيرة جدا، ليس فقط بقضية فلسطين بل أكثر من هذا بقضية الصحراء المغربية. ولهذا نقول القرار الرسمي المغربي جاء مفاجئا، ليس فقط الآن بل قبل 3 سنوات أو 2.5 سنين بما يسمى اتفاق الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي. ولهذا السؤال المطروح على القرار الرسمي المغربي، ما الذي دعا الكيان الصهيوني إلى تأجيل ما يسمى الاعتراف المغربي للصحراء طيلة 2.5 سنين؟ إنه الابتزاز والتركيع. اليوم المغرب يقدم هذه الهدية إلى الكيان الصهيوني مقابل هدية مسمومة نتلقاها كمغرب وكمغاربة، ونحن اليوم نعيش نكبة كبيرة ونكسة خطيرة جدا في قضايانا الوطنية على رأس قضية الصحراء وليس فقط في القضية الفلسطينية. فالشعور بالغضب والشعور بالقرف
والشعور بالاستفزاز الكبير هو من بوابة قضية الصحراء. هذا نشعره كمغاربة اليوم، وهو نقول بكل مسؤولية، هدية مجانية إلى الجزائر قرار رسمي، وإلى البوليزاريو، بحيث اليوم الأطروحة الانفصالية هي تعيش عرسا كبيرا، لأن القرار الرسمي المغربي أعطى هدية لأطروحة الانفصال، مفادها أن المغرب أصبح توأما للاحتلال الإسرائيلي في تهمة الاحتلال، وأصبحنا توأم للكيان الصهيوني في جريمة الاحتلال. هذا الذي يقدمه اليوم البوليزاريو والجزائر. وبالتالي نقول أيضا ثالثا، إخواننا في الصحراء الوحدويون المواطنون المغاربة الصحراويون الذين هم يؤمنون بالوحدة الوطنية كقرار وطني تاريخي تقدمي، هم اليوم يشعرون بالخجل للأسف الشديد، وهم الآن متروكون لقمة صائغة أمام أساطين الدعاية الجزائري والبوليزاريو، باعتبارهم أصبحوا الآن ليس فقط عملاء بين قوسين الاحتلال المغربي كما يقوله الصحراء البوليزاريو والجزائري منذ عقود، بل أصبحوا عمليا موضوعيا جزءا من البروباغندا الصهيونية. هذا الذي يجري اليوم، ولهذا نقول المغرب الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. أما فلسطين فلها شعبها ومقاومتها، أما الجزائر والبوليزاريو فهي في مربعها المعروف منذ 40 عاما أو أكثر من 47 عاما. الخاسر الأكبر هو قضية الصحراء، والذي أدخل نفسه في هذا المطب هو النظام الرسمي المغربي للأسف الشديد، خارج كل قنوات ديمقراطية، خارج كل استشارة شعبية، وهذا يتناقض فيه النظام المغربي في رسالته التي أرسلها إلى نتنياهو عندما قال رسالتكم يا نتنياهو حازت على قبول ورضا واستقبال شعبي كبير. هذا ليس حقيقة. طيب سيد عزيز، وأنت تشير إلى الموقف الشعبي، السؤال الآن أين القوى الشعبية، أين القوى المدنية، أين التعبير وترجمة هذا الرفض، هذا المزاج العام المغربي لا يمكن إنكاره، هناك مزاج عام مغربي رافض لخطوات التطبيع المتسارعة لتصل في النهاية كما ذكرنا إلى زيارة نتنياهو، لأن هناك خطوات حقيقة لا يمكن القفز عليها، يعني تنسيق أمني، تنسيق عسكري، تنسيق مخابراتي، تبادل خبرات في مجالات عديدة، تكنولوجية في الصناعات الغذائية، في عدة مجالات في الاتصال، لنصل إلى زيارة نتنياهو. أين القوى المدنية والشعبية، أحزاب، منظمات، هيئات التي تترجم هذا الرفض والمزاج الشعبي؟ للتذكير فقط لذاكرتكم وذاكرة المغاربة أولا والأمة، قد مررنا بمرحلة تطبيعية سابقة في 95 و2000، وقد كان العرس التطبيعي والزفة التطبيعية بهكذا مسار وزخم أيام الحسن الثاني، بمنصة سياسية أكثر قوة وهي اتفاقية أوسلو ووادي عربة. اليوم يتم إدخال التطبيع بوابة الصحراء، فالموجة الجديدة تختلف عن الموجة القديمة وإن اشتبهتا وتلاقيتا في أنها جريمة طبيعية، في أن الموجة القديمة كانت بناء على تطورات القضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية تعرف مسار مناقض لأوسلو، مناقض لوادي عربة باتجاه المواجهة والاشتباك مع العدو الصهيوني في 4-5 حروف في قطاع غزة والاشتباك في الضفة الغربية والقدس. لكن المدخل الجديد اليوم على مستوى الساحة المغربية الصحراء المغربية، ولهذا إذا أنتم رأيتم بعض التلكؤ، بعض ضعف الموقف السياسي الحزبي في رفض التطبيع، فلأن الموضوع ارتبط بالصحراء وبالملك وبالقصر تحديدا، ولهذا هناك محاولة ابتزاز وإرباك الساحة المغربية. لكن نحن على ثقة أن الشعب المغربي وقواه الحية، بل حتى القوى الحزبية التي تجد غضاضة وحرجا في مواجهة القرار الملكي في موضوع الصحراء وفي مواجهة القرار الملكي بصدوره من الملك، فإن الموقف الشعبي المغربي نقوله ونحن مطمئنون، يرفض ابتزاز بقضية الصحراء، يرفض طعن قضية فلسطين. نحن نقول إنها مسألة وقت حتى يظهر الموقف الشعبي على مستوى الشوارع وعلى مستوى الميدان علانية ضد هذا المسار التطبيعي، عند سقوط هذه الزفة في الفخ الذي نصبه العدو الصهيوني بإشعال الحرب المغربية الجزائرية وابتزاز المغرب في الصحراء والدخول إلى الصحراء واستغلال ثرواتها من طرف الصهاينة والشركات الأمريكية والبريطانية. وعندما يكتشف الصحراويون أنهم وإن تغاضوا عن الإعلان عن الرفض هذا الموقف،
باعتبار العلاقات مع الدولة وحساسية العلاقة مع القصر والملك، فإنهم سيخرجون على بكرة أبيهم ضد الاستغلال الصهيوني لثروات الصحراء وضد إشعال فتيل الحرب مع الجزائر الذي ستطحن المغرب والجزائر معا، ولن يستفيد منه إلا اثنان: الصهاينة والغرب الاستعماري العائد مجددا إلى إعادة استعمار المنطقة من جديد. ونرى ما يجري في ليبيا، ونرى ما يجري في مالي، وما يجري في السودان، وهو مطب نسقط فيه معا. الجزائر للأسف الشديد وهي تدعم الانفصال منذ 47 عاما، وهي التي ترتكب جريمة بحق نفسها كجزائر وبحقنا كمغاربة، والمغرب أيضا الذي يرتمي في حضن الصهيونية والتطبيع تحت عنوان اتباع الوحدة الترابية. فالانفصال والصهينة خنجران مسمومان بحدين ولكن بنصل واحد، هو الفتنة الطائفية والعرقية والانفصالية والصهيونية التي تطحن المنطقة ككل. ولهذا رسالة من هنا إلى دولتنا وإلى العاصمة الجزائر، أن كفى من الهراء، وكفى من العبث، وكفى من التدمير الذاتي لسطح إسرائيل ولصالح فرنسا، والتي تستثمر في هذا التناقض المغاربي في العاصمتين الكبيرتين الرباط والجزائر لمحاولة إعادة استثمار التناقض وعودة فرنسا للاستعمار الاقتصادي والسياسي في المنطقة وخدمة الكيان الصهيوني الذي يعاني عقدة الثمانين، والذي يعاني التشدي الداخلي في الكيان الصهيوني، والذي يعاني الرفض الأوروبي والغربي بيمينية الكيان الصهيوني، وأيضا بأزمته في حيال المقاومة المتجددة والمتصاعدة والتي يعاني منها الكيان الصهيوني اليوم. فكيف الكيان الصهيوني يقدم الحماية للمغرب في الصحراء وهو الذي عجز عن اقتحام مخيم في نصف كيلومتر ب 1200 جندي إسرائيلي، والذي عجز عن إعادة احتلال قطاع غزة، والذي يعجز عن الهجوم على جنوب لبنان؟ هذه أكذوبة كبرى. المغرب الدولة اليوم ترتكب خطأ كبيرا بحق نفسها كدولة، في علاقتها مع شعبها، بل في علاقتها مع نفسها، وهي التي طلعت لجنة القدس. فبأي منطق سنقبل هذا الكلام؟ ما هو المقابل؟ هل إسرائيل أصبحت جمعية خيرية تعطينا صحراءنا مقابل ماذا؟ إنه المقابل في قضية القدس والأقصى المبارك، وهنا يقع التناقض الكبير. حتى وإن تم تمرير التطبيع باسم الصحراء، فما هو الموقف الذي سيقدمه النظام المغربي في موضوع القدس والأقصى؟ ونحن مقبلين على محطة الأداء. محطة الأداء هي القدس والأقصى، والمغرب رفض القدس وهو أمير المؤمنين. نحن نقول هذا الكلام غيرة على إمارة المؤمنين، وغيرة على الدولة المغربية، وغيرة ووطنية وفداء لقضية الصحراء المغربية. نقول أن الذي يجري انتحار سياسي إرادي ما كان لنا أن ندخل به كدولة مغربية، وقد مررنا بموقعة القرقرات وحققنا فيها إنجازا عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، لكن أسقطناه بالتطبيع في ديسمبر 2020. داني سيد عزيز بعدبنك، يعني لا أريد أن أقاطعك، ولا داني أتوقف بهذه النقطة بين ممكن الإنجاز سياسيا ولكن في مسارات أخرى غير مسار التطبيع. هذه الفكرة خلاصة ما ذكرته الآن سيد عزيز الناوي الكاتب عام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، كنت معنا، شكرا سيد عزيز.